الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم تنتكلموا على المقاومة الكبيرة، المقاومة الزهورة، زهرة معتاد الملقبة بالوطنية. الزهرة الوطنية الملقبة بالوطنية ضحت بالغالي والنفيس في سبيل الاستقلال وفي سبيل إرجاء الشرعية الملكية والملك محمد الخامس إلى المغرب ديالو. السيدة زهرة معتاد الملقبة بالوطنية قامت بانفجار ديال قنبلة في المارشي سونترال مع المنصور الحريزي، والسيدة فاما تنعرفوا بان هاد السيده هادي زهره معتاد دوزت تعذيب بزاف مع المستعمر، الاعتقال الاول والاعتقال الثاني والاعتقال الثالث اللي كانت حكمت عليها بالاعدام وما تنفذش فيها الاعدام لانه كانت حامله بولدها الكبير. خصنا جميع الشباب او كبيرا او صغيرا يعرفوا تاريخ ديال المقاومه والتاريخ المغربي والناس اللي ناضلوا وجابوا استقلال وضحوا بالغالي والنفيس. نعرفوا هذه الزهرة الوطنية بأنه ضحات بالغالي والنفيس في سبيل استقلال ديال البلاد، ودوزت التعذيب مع المستعمر تيشدوها تيكرفسوها، والتعذيب الجسدي والتعذيب النفساني، وتشدوها بالماء والجريزين يديروها بحال الخنشة وتبدا يكركبوها في الدروج. هادشي كله ولا دو منها اي حركة بانه بقات صامتة ومدوا منها لا حق لا بطل. هنا تنعرفوا الزهرة معتاد الملقبة بالوطنية الذي ضحات بالغالي والنفيس في سبيل استقلال البلاد، وكانت معها السيدة، وكانت تتخبي الفدائيين في الدار ديالها والذخيرة ديال الأسلحة، تخبي الفدائيين وتفرق المناشير بالدراجة النارية ديالها وواحد النهار مشات واحد الخائن كانت عنده بيرو طابة، جات عنده قالت ليه غتعطيني، كان هذيك الساعة مانعين الخميرة والكارو، قالت ليه غتعطيني هذا هز بغى يعطي لك شي، جبدت وضرباتو وركبت على الدراجة النارية ومشات بحال هذا. اليوم تنتكلموا على التوجيهات الملكية والتعليمات الملكية اللي عطانا سيدنا نصر الله وإيده على التغطية الصحية. على الخطاب الأول ديال 2020 27/7، والخطاب الثاني صدر في 29 أكتوبر 2021 على التعليمات الملكية على التغطية الصحية، لأنه في هذه التعليمات اللي أعطى سيدنا نصره الله على جميع المغاربة كبيرا وصغيرا في التغطية الصحية، بأنه في الحظر الصحي بأن عدد الناس اللي كانوا تيخصوا يستافدوا خصوا هذا خصوا هذا، جينا نشوفوا الضمان الاجتماعي لقينا يالله 4 مليون اللي داخله اللي مسجله. والان راه سيدنا عطى تعليمات وعطى نموذج العيش جميع المغاربه باش تكون هذا نموذج العيش الانسان عامل او ماشي عامل، خدام او ماشي خدام. هذه التغطيه الصحيه
التعليمات الملكية، الخطاب الملكي اللي كان الملك محمد السادس نصره الله، وهو من السباقين في هذه التعليمات في الدول الإفريقية. هنا تنشوفوا اللي جينا نحيدوا الأطفال ونحيدوا هذا ونحيدوا هذا، غتكون 22 مليون اللي عندنا في هذه التغطية الصحية. وراه سيدنا مسكين نصره الله وأيده، والله ينصره ويجيد في مدده، وتنتمنوا التوفيق لجميع الناس اللي تتعاملوا وتخدموا وتعاونوا وطنهم وبلادهم، وتكون عندهم واحد المواطنة، لأن المواطنة ماشي سهلة، بس أي واحد تكون عنده المواطنة ويتكلم على سميتو، لأنه التغطية الصحية راه شي حاجة مهمة 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 مهمة. كاين الناس، عدد الناس اللي مازال القروي ولا مازال الحضري ولا هذا، عدد الناس مساكن راه ما مسجلينش في لاسينيسيس، ما عندهمش ما سميتو. كاين الناس اللي تخدم يومي سمعتيني، وهاد التغطية الصحية راه غتنفع نموذج العيش هاد المغاربة. وهاد التوجيهات الملكية اللي يعطى صاحب الجلالة نصره الله وإياده على جميع المغاربة في هذه التغطية الصحية، وهذا النموذج العيش جميع المغاربة اقتصاديا واجتماعيا. وتنتمنى التوفيق جميع المغاربة، والله ينصر سيدنا ويجيد في مدده ويحفظ هذا المغرب من هذا الوباء. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.